هيكل بلدنا ضربوا الهرايات وتراب بلدنا دمروا الطوفان. هيكل بلدنا ضربوا الهرايات وتراب بلدنا دمروا الطوفان. وبعد الطوفان جاي عصاط نوح حامل طيره المجروح يبكي علينا وينوح ويشحد على اسمك يا أوطان. صباح الخير عن جديد، مكفيين معكم نعيش البلد على الموجات 89.6 بدمشق والمنطقة الساحلية، 93.8 بحمص والمنطقة الوسطى. بداية الرحمة لروح الشهيد شادي شلهوب وكل الرحمة لشهداء سوريا من مدنيين وعسكريين. ضيوف اليوم من تجمع أورجانون سليم شلهوب وإياد الداية من جوقة الفرح للحديث عن أغنية جديدة رح يتم إطلاقها كتحية محبة وسلام لروح الشهيد شادي شلهوب. يسعد صباحكم. صباح خير. نورتوني، نورتوا عيشوا البلد ونينار اف ام. صباح خير. يسعد صباحكم. سليم، بداية عرفونا بحالكم، شو بتدرسوا؟ خلونا نحكي عن شادي شلهوب، أكيد الشهيد أكتر، وخاصة وأنه هي الذكرى الثانية بكرة رح تكون على استشهاده. حكولنا عنه أكتر، شو كان يدرس، كيف كانت مسيرته الفنية الغنائية، وأيمتى اكتشفتوا أنه صوته حلو؟ هلأ تمام. أنا سليم شلهوب أخو لشادي، بدرس هندسة حواسيب وعامل دبلوم إخراج وثائقي وأفلام قصيرة سينمائية. نحن هلأ بكرة بيصادف هو الذكرى الثانية للسشاد شادي. إذا بدك يعني إمتى بلش شادي بالغناء، من هو وصغير، من وقت ما كان صغير كان مكتشف عنده هاي الموهبة، وبلش بعدين بالكورال بوقت كان صف تاني بعمر 7 سنين. وبعدين كفى كفى بدراسة الموسيقى بالكورال وبراته، لحتى تطور بعدين لكان سوليست بالكورال، وبعدين كان يدرب الأطفال الصغار بالكورال كمان. حلو. إياد، بما أنك من جوقة الفرح، يعني أيمت بلش تقريبا شادي مع الجوقة، جوقة الفرح الدمشقية؟ تمام. هلأ أنا فتت على جوقة الفرح كنت صف خامس، فأنا شادي تعرفت عليه بوقت صرت صف عاشر، ما كان معي قبل، ما صادفتنا نحن جوقات. فأنا بالجوقة الوسطى تعرفت على شادي، وكان هو أكتر من شيء اسمه صديق، هو كان أخ، يعني هو شخص بيهتم بكل أشخاص بجوقة الفرح. حلو. بيعتني فيه فنياً، بيعتني فيه على الصعيد النفسي، يعني صديق بكل معنى الكلمة كان بجوقة الفرح للكل تقريباً. فعشنا سنين طويلة، يعني ذكريات فنية، ذكريات ضحك تسلاية، من جد من مزح، عشنا أحلى أيام سوا يعني. حلو. سليم، يعني نحن مثل كل بيت سوري قليم، بعد 5 سنين حرب ما في، بعد 5 سنين حرب ما في ولا بيت ما تأثر بالحرب يلي عم نمر فيها، ما في حدا رحله غالي إن كان صديق أو من بيته أو أي حدا قريب عليه بيعرفه. بدي أسأل، كيف كان وقع خبر استشهاده قبل سنتين؟ قديه بتحسوا أنه اليوم أنتوا أقوى وصرتوا يمكن أكتر أمل؟ هلأ أكيد بوقت بوقت ما عرفنا بخبر الاستشهاد أكيد كان شيء أكتر من صادم لكل العالم اللي بتعرفه أو واللي حتى ما بتعرفه وبعدين تعرفت عليه بعد استشهاده. كان في دائرة كبيرة من العالم اللي بيحبوه حواليه، كان من جامعته اللي هي كان بيدرس صيدلة، أو كان من الكورال، أو كان من المجتمع المحيط فيه، كان كتير محبوب وكل العالم انه اذا بدك انصدمت بالخبر. هلا بعد ما مرق هي الفتره اكيد هو الوجع لساته نفسه، أكيد. والحزن موجود مثل يعني ما بينقص، بس نحن صرنا اقوى مشانه، لانه لازم نكفي مشانه مشان كل اللي راحوا. عم ناخذ قوتنا منه، لانه اذا ما كفينا وانهزمنا فمنكون ما عم نحقق الشيء اللي كان هو بده اياه، لانه كان دائما يدعو انه نحن ما نوقف الكورال، ما نوقف التدريبات، ما نوقف هي الحياه بحجه انه نحن بحاله حرب، لا نحن لازم نضل مكفين. وكان دائما معارض لاي فكره انه نحن نوقف الحياه
بالبلد. أكيد. كل سنة بذكرى استشهاد شادي بتعملوا شي لروحه، شو عملتوا خلال السنين الماضية واليوم شو عم تعملوا؟ هلأ السنة الماضية كان في عدة شغلات بذكرى الاستشهاد الأولى. أطلقنا فيلم اسمه طائر الفينيق حلو لروح شادي، كمان كان في ريسيتال لجوقة الفرح بكنيسة السيدة بهي المناسبة، ومرق قبل كمان عملنا سلسلة وثائقيات قصيرة من تجمع الأورجانون، هي كانت مشروع تخرجنا للأفلام الوثائقية كمان بتحكي عن شادي. حلو كتير. اليوم شو عاملين؟ خلي إياد يحكي عن الغنية. إياد يلا. اليوم عاملين غنية لشادي، ألحان روجيه لحام وكلمات فادي إباني وتوزيع المايسترو سمير الكويفاتي. حلو. فهي شارك بالغناء الفردي والجماعي مجموعة من أعضاء من الكورال، قمنا بهذا العمل. حلو. للذكرى الثانية. ليش اخترتوا كتجمع أورجانون أنه تخاطبوا روح شادي بغنية خاصة لإله؟ الأول شيء كانت الفكرة، هلا الأورجانون هو المنفذ البصري للغنية، بس كانت الفكرة أول شيء موجودة عند روجيه لحام وفادي أباني الكاتب الملحن اللي عرضوه علينا، وكان يعني لاقت إعجاب كل مين سمعها. بعدين تم تسجيلها وتوزيعها، وبعدين تجمع الأورجانون هو اللي استلم الصورة البصرية اللي إن شاء الله اليوم رح نشوفها على اليوتيوب، رح تكون نازلة اليوم. تحكولنا أكثر عن هالغنية، شو عنوانها، مين كاتبة؟ أكيد ذكر لنا إياد، بس شو عنوان الغنية هيك بالتفصيل؟ مين شارك بغنائها؟ حابب أعرف أسماء لنوجه لهم تحية إذا بتريدوا. تمام. هلأ كأداء فردي شارك سليم. حلو. وأنا وأخوه ماريو شلبوب ورياض معوض وكارول نزار، وروجي شارك بالغناء، روجي لحام، وإن شاء الله نكون سينا حدا. ومجد هلأ الكورال كان مجد درويش، وكانت المشرفة عنا أستاذ رجاء الأمير، نوجه لهم تحية أكيد. مهري وكاتيا أندراوس، عشان ما ننسى حدا هيك يزعل حدا. هلا هن ما بيزعلوا، لأنه هن يعني عن جد نجاح كانت هالغنية، هي عن جد فرح كبير. حلو. هلأ الغنية هي مثل عم تحكي قصتنا نحن مع شادي، شو بيعني لنا شادي، قديش منحبه، شو أثر فينا بهالحياة. وفي مقطع من الغنية فادي أباني وقت كتب كل شيء أغاني سولو مغنية شادي بالريسيتالات تبع الكورال. حلو. فدمجوا مثل قصة، كانوا عناوين الأغاني ترتيبهم ورا بعض بشكله هنن قصة. أكيد. فكل شيء أغاني سولو حطه بمقطع. حلو. بدي نوه لشي كتير مهم حلو بالنسبة إلنا كنينار اف ام، انه رح نسمع جزء من الغنية على نينار اف ام للمرة الاولى، خلونا نسمعها سوا. ربينا سوا وجمعتنا الدنيا، نمشي خطوط لحن وكلمة، سوا وجمعتنا الدنيا، نمشي خطو لحن وكلمة. علمنا لو علمنا لو كانت نغمات زين الأيام، كانت بسمات مطر الأحلام. قلب كبير عاش الإيمان، رد الله وغنى للإنسان. طبعا عم نسمع جديد أولا وحصريا على نينار اف ام. بدنا أكيد يعطيكم ألف ألف عافية. هلا رح نسمع بصواتكم شي لايف من الغنية. قبل ما روح لللايف هيك سليم، غردت أو كتبت على الفيسبوك تبعك من فترة ستيتوس هيك كتير غصت بقلبي، عندما يرثي الثائر صانع الفرح. كانت يعني ما بعرف، أنا هيك كتير اتضايقت وقتها شفت هذا البوست، وقتها أنت على صفحتك بتشير لشخصين، حدا أخوك اللي هو
أعز حدا بالدنيا لإلك وصديق. قديه بوقتها بتشوف اثنين مستشهدين اليوم؟ أكيد بدنا نتمنى لروحهم السلام، أكيد عايشين بسلام روحهم. قديه بشع يعني نحن، يعني قد ما كان الشهادة حلوة والشهادة كل حدا بيطمح أنه يكون شهيد فداء هذا الوطن، قديه بشع نحن نرثي شخصين عزيزين على قلبنا بوقت واحد. هلا أكيد هو شيء محزن انه وقت تقرا الشهيد ثائر العجلاني شو كان كاتب عن شادي وقت استشهاده، وهنن هلا اثنيناتهم شهيدين لسوريا، بس بتحس اول شيء بالفخر فيهم بكل شيء قدموه، وبالغيره لنكون مثلهم لنقدر نحب البلد شوي مثل ما حبوها هنن، لانه هنن علمونا انه الوطن محبه. اكيد. ف إذا قدرنا نكون مثلهم ونحب سوريا مثلهم فما لازم نزعل، يمكن لازم نكون فخورين أكثر. إن شاء الله، إن شاء الله دائما كلنا فخورين بسوريا وكل أبطال سوريا يلي لساتهم على الأرض ولا ريحهم بالسماء. خلونا نسمع شيء من الغنية لايف عندك إياد. هلأ سمعنا نحن مقطع من الغنية، ممكن نغني شيء ثاني؟ أكيد. عن البلد ممكن تكون؟ طبعا تفضلوا. رح غني غنية لإيلي شويري اسمها معطر يا بلدنا. يلا. زرعونا على كل مفارق، ما عرفنا امتى من فارق، زرعونا على كل مفارق، ما عرفنا امتى من فارق، قالوا صلوا صلينا حتى ضجرت عينينا، قالوا صلوا صلينا حتى ضجرت عينينا، عدلك يا ربي يا ربي علينا، يا ربي غيرك معبدنا، لا تقول مسكين ما حدا مسكين، قول بس معطر يا بلدنا، غنينا وعرفوا مقصدنا، والنار عم تاكل ما حصدنا، غنينا وعرفوا مقصدنا، والنار عم تاكل ما حصدنا، لا تقول مسكين ما حدا مسكين، قول بس معطر يا بلدنا. تسلم اصواتكم ويعطيكم الف الف عافيه. سؤال، ليش شادي شلهوب بالذات يلي تم اختياره لحتى يكون هو محور اهتمامكم خلال هالسنتين، مع الاحترام الشديد طبعا لروح شادي شلهوب، لروح كل شهداء الوطن من عسكريين ومدنيين؟ هلا شادي اول شيء بالنسبه لنا هو رمز بيعبر عن كل الشباب السوري المثقف اللي عم بيقدم لوطنه، هو طالب الصيدلة، الفنان، الموسيقي، اللي بيحب البلد، اللي بيقدم كل شيء لرفقاته، اللي بيعتبروه مرجع لهم دائما. فهو مانو يعني هو رمز أكتر مانو شخص معين نحن عم نشتغل كرماله. أكيد نحن يعني حياتنا الباقية لازم تكفي كرم، يعني إذا نسينا اللي راحوا بالحياة اللي نحن مكفينا فبنكون يعني بكون ما عملنا شيء. أكيد. طبعا. فهو إذا بدك رمز لكل الشباب السوري اللي إذا بدك راح غدر أو راح ضحية هيك حرب هو كان ما له علاقة فيها. دائما بالحرب في ضحايا ما لهم علاقة باللي عم يصير، مثل نحن ما لنا علاقة باللي عم يصير، الأولاد يلي راحت ما لها علاقة بعم بتصير، بس بالنهاية بدنا نكفي مشان رواحهم يلي راحوا، بدنا نضل نتذكرهم كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة. حكونا أكثر عن تجمع أورجانون، متى نشأ وشو هي أهم المجالات يلي بيهتم فيها؟ هو تجمع الأورجانون هو تجمع فني مسرحي نشأ من 98 ومستمر لهلا، دائما بطاقات جديدة. هو بيعنا بأول شيء بصناعة الأفلام الوثائقية والسينمائية القصيرة. حلو. أو بأي شيء بصري، وكمان بتدريس الطلاب هي المهارات اللي بيكتسبوها بالحياة العملية بالمجال البصري
والإذاعي كمان. حلو، بدي أعرف شو هي أهم النشاطات يلي عملتوها بالفترات السابقة خلال الأزمة؟ كان عندنا عدة أفلام قصيرة، في منها بتحكي عن الشهداء، وفي منها عن الأم وعن مواضيع عامة، بالإضافة كمان لأفلام وثائقية ومشاريع مع عدة مؤسسات ومنظمات بهذا الإطار كمان. الأفلام وين عم تنعرض سليم؟ هلا الأفلام الخاصة بمؤسساتها أو الجمعيات المسؤولة عنها أكيد عم تنعرض بمجالهم هنين، وكمان نحن الأفلام الخاصة فينا على الشانل تبعنا على اليوتيوب أورجانو بيكتشرز، أو حتى الأعمال اللي مشتغلينها لباقي الناس كمان موجودة على هاي الشانل على اليوتيوب. حلو حلو، شو هي أهم نشاطاتكم المستقبلية؟ هلا ان شاء الله اول شيء راح يظهر هلا هو الغنيه اليوم تبع شادي اللي مصوره، ايه راح تكون مصوره مع كورال جوقة الفرح. واكيد بدي اشكر الكورال الجوقة الوسطى للثانوي اللي تعبوا معنا بالتصوير، ورفقات شادي كمان اللي كانوا موجودين. بدنا نوجه تحيه لكل العاملين بجوقة الفرح الدمشقيه. جوقة الفرح اليوم كيف عم تكون؟ يعني بعد عم فقدت حدا غالي منا جوقة الفرح، اليوم مكفايين الطريق، حفلات مستمره، حفلات على مستوى ضخم، حتى في يعني ما بعرف اذا المعلومه صحيحه يلي سمعتها من فتره، السما كتير تاكدت المعلومات، بس المهم في شيء عم ينعمل، مستمرين كجوقة دمشقيه، جوقة الفرح يلي انعرفت مو بس بسوريا بالعالم كله من خلال حفلات يلي صارت اليوم. شو المشاريع تبعت جوقة الفرح؟ هلا نحن بجوقة الفرح خسرنا كذا شخص كمان بجوقة الفرح، فكنا نحن بفترات ضعف كتير قوية، بس رجعنا بعدين محبتنا لهدول الأشخاص اللي راحوا خلتنا نرجع نجتمع، محبتنا لبعضنا، ودائما كان حكي أبونا الياس زحلاوي يأثر فينا كتير أكيد. إنه نحن لازم نكمل كرمال هالأشخاص اللي راحوا، نوجه له تحية كمان لأبونا لأنه هو كان أكيد كل التحية داعم الأساسي كان لنا. يعني نحن نشاطاتنا متعلقة، نحن جوقة الفرح من الأصل نحن نعمل ريسيتال أو أي شيء فكرة لنوصل رسالة معينة، يعني دائما في نحن رسالة من أي شيء ممكن نعمله، ما ممكن نعمل شيء ما له رسالة، إن كان نحن بصلاتنا بالكنيسة اللي هو أصغر مشروع ممكن نعمله لرسيتالات أضخم وأكبر. فنحن هلا اي شيء ممكن نوصله للعالم باي فكره نحن ما منقصر ما منمرقه، فنحن بس هلا اكثر شيء منركز على السلام والمحبه بصواتنا، نحن ما فينا نعمل اكثر شيء غير نوصله بصواتنا لكل العالم. الله يحمي لكم اصواتكم ونقدر نوصل رساله السلام والمحبه يلي معروفه دائما عننا كسوريين ومن سوريا يلي عم تطلع. سليم، قد ايه بتحسوا انه تجمعكم عم يكون له دور اساسي بالمجتمع السوري وخصوصا بهي الفتره؟ هلا اكيد بفترة الحرب انت دايما كل شيء عم تعمله اصعب، عم بيكون الظروف كتير قاسية علينا، بس نحنا مثل اي شباب ما بدهم يوقفوا، بده يكفوا بهذا البلد، ما بدهم يسافروا لبرا، بدهم يقدموا اي شيء ممكن حتى لو كان بسيط لحتى يساهموا هيك إذا قدرنا بس نزرع بسمة على وجه حدا من خلال أي شيء بنعمله فنحن بنكون عملنا شيء. يعني بعتقد إنه أحسن ما نكون نحن قاعدين عم نندب حظنا أو إنه عم نقول إنه نحن ما رح نقدر نعمل، لا نحن عم نحاول وبلشنا، وبظرف سنتين كان في تطور كبير بالنسبة للمعدات اللي كانت عم نستخدمها، هلا صار في معدات كتير أحسن، أو بالنسبة للشغل عم يتطور كصورة، ونحن دائما عم نحاول نسعى للأفضل لحتى نقدم شيء ليكون مثال عن الشباب السوري اللي عم يشتغل ويعم ينافس الشغل حتى اللي عم يكون برا عم يكون موجود. دائما هيك كل السوريين بنسمعهم بيقولوا كلمة واحدة، بدنا نكفي بيلي بقيوا. أكيد أكيد أكيد. بدي كلمة أخيرة منكم، وشو بتحبوا تقولوا بنهاية اللقاء لكل مين عم يسمعنا على هوا نينار اف ام أكيد، وبالختام أنا طمعان بدي أسمع غنية منكم. أوكي، هلا آخر شيء بس بدي أشكركم أكيد، أشكر نينار اف ام، وأكيد بدي أشكر كذا حدا كان لهم الفضل أنه تصل هي الغنية هلأ وتشوفوها اليوم وتسمعوها.
أكيد أبونا الياس زحلاوي اللي هو مسؤول عن الجوقة، اللي دائما داعمنا ومشرف على أي عمل نحن عم نعمله بكل محبة وأبوة، وأكيد الأستاذ عبد الحكيم نويلاتي اللي هو مسؤول عن تجمع الأورجانون، وهو كمان دائما محيط فينا بأي مشروع عم نعمله بالأورجانون، وأكيد مدام رجاء الأمير مسؤولة عن الجوقة الجامعية وكان لها الإشراف الفني على الغنية، حلو. والأستاذ سمير كويفاتي أكيد لكل الدعم اللي قدمه، وكل الشباب الكورال وشباب تجمع الأورجانون اللي كانوا هيك بكل محبة عم يشتغلوا لحتى يكون هذا العمل هيك يسمو إنه يكون نقدمه لروح الشهيد شادي. أكيد إياد، الكلمة إلك. هلا كلمة أكيد بدي أشكر نينار، بدي أشكرك لك، شكرا شكرا لكم. كثير، وأنا رح أشكركم بغنية صغيرة. أكيد، تفضل. أكيد هي غنية لسوريا كمان. يلا. جنات 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 عمد النظر ما بينشبع منها نظر، جنات عمد النظر ما بينشبع منها نظر، وطيور ع نغماتها بينام وبيصحى القمر، يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليل ليل. جنات عمد النظر ما بينشبع منها نظر، جنات عمد النظر ما بينشبع منها نظر، وطيور ع نغماتها بينام وبيصحى القمر، أزهار زينها الغوى بسهولها سحر الهوى، أزهار زينها الغوى بسهولها سحر الهوى، وغصون تعبها الهوى وغصون تعبها الهوى، من كتر ما بتحمل سهر جنات عمد النظر. يسلم صوتك إياد الداية، يعني الله يحمي لك هالحنجرة دائما، ونوصل صوتنا لكل البلدان العربية والعالمية، نوصل صوت سوريا، سوريا السلام والمحبة. آمين. سليم، آخر شيء بدي كلمة منك لروح الشهيد شادي شلهوب. بدي أقول له أنه هو دائما موجود بقلبي، وأنا مكفي كرماله، أي شيء رح ساويه بحياتي أو ساويته رح يكون له، ما رح وقف، لأنه اليوم اللي رح انهزم فيه أنا رح هو رح يموت بقلبي، بس طالما أنا مكفي هو لساته عايش موجود معي دائما بحياتي وعم بيقويني كل صباح كل ما في، أنا عم بتذكر ضحكته وكفي نهاري، بس هيك بدي أقول شيء هيك هو كان قايله بريسيتال الكورال، فهيك حبيت منقول. هيكل بلدنا ضربوا الهريان، وتراب بلدنا غمروا الطوفان، هيكل بلدنا ضربوا الهريان، وتراب بلدنا غمروا الطوفان، وبعد الطوفان جاي عالشط نوح، حامل طير المجروح يبكي علينا وينوح، ايش حد على اسمك يا اوطان امان. شكرا.
شكرا لكم، نورتوني شرفتوني ضيوفي اليوم بعيش البلد من تجمع أورغانون. كنت معي سليم شلهوب، إياد الداية من جوقة الفرح. حدثتونا عن الغنية الجديدة وسمعناها أولا وحصريا على نينار اف ام، كيف أطلقتوها كتحية محبة وسلام لروح الشهيد شادي شلهوب. شكرا لكم، شكرا لحضوركم. الرحمة لكل شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، الرحمة لروح الشهيد شادي شلهوب. بدنا نقول له أكيد أنه عم يسمعنا أنت بالقلب دائما، ما رح ننساك. مكفيين معكم عيش البلد، بريك وراجعين.